لا فامي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ ضخمين مع راسكم؟ نتمنى يا ربي ديما تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال ان شاء الله يا ربي. وكيما ديما خوتي، دقيقه من وقتكم دعوا مع اخوتنا المسلمين بالشفاء العاجل. اللهم اشفي كل المرضى المسلمين يا رب شفاء عاجلا، اللهم امين. واللهم ارزق الجميع الصحه والسلامه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه ويحققها له. وكيما ديما مرحبا بكم، ودائما وابدا مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي بدور على القناه ديالكم، واللي هي كتزيد القدام بفضل التشجيعات ديالكم والمسانده. شكرا بزاف للجميع وتحياتي للجميع. اليوم على فامي غنشارك معكم تتمه الفلوق اللي شاركته دي سبق لي، يعني عملته معكم مره الاخرى، اللي هي سفريه عبر الطريق الساحلي الرابطه بين مدينة الحسيمة وتطوان، والانطلاقة كانت من قرية بني بفراح نحو مدينة تطاون. وخليكم معي حتى آخر فيديو واستمتعوا معي بهذه المناظر الرائعة جدا، وانتم ما كتشوفوا كتعرفوا على يعني على ال شنقولكم على القرى باقي قرى الشمال طبعا، قرى يعني اللي كان مروا منها عبر هذه الطريق، واللي هي قرى عديدة سبقنا يعني زلنا على سميتو بني بوفراح بني جميل، بزاف 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 القرى اللي ما قدرش نقولهم لكم كاملين. وصلنا عاود للجبهه، المدينه الجبهه الجميله، وحنا ماشيين يعني نصادفوا قرى عديده، كاين بزاف وانتم عاد تشوفوهم. سطيحات قاع سراس، واخا ما نقولهم لكم شي نبتاتي يعني ودله ومزيد وزيد بزاف إلى أن نصل إلى الحمامة البيضاء. هانتوما كما كتشوفوا هذه المدرسة اللي خليناها على الجانب. وكيف ما سبق لي قلت لكم، السفر عبر هذه الطريق رائع جدا. انتما جبال، جبال الخضورة يعني على طول الطريق. على طول الطريق كنصادفوا هاد المناظر الجيولوجية الرائعة اللي ما شاء الله، سبحان الخالق سبحان المبدع، اللي كيف ما قلت لكم لمجرد الإنسان يعني يتمنظر بعض المناظر الرائعة يشوفها، لمجرد أنه يشوفها لسان حاله يردد سبحان الله بدون يعني بدون أن تشعر، ولله في خلقه شؤون. سبحان الله العظيم، البحر أمامنا والجبال وراءنا. أنتم البحر، الطريق غزالة صراحة، يعني ما سبق لي قلت لكم هذه قنطرة الملح
الطريق أمامنا طويل، رحلة طويلة. وأنا معكم إلى آخر الفيديو. على مناظر رائعة، كيف ما قلت لكم، كيف ما سبق لي قلت لكم، انا يعني ملي كنشوف ولو يعني قبل ما تكون عندي قبل ما نعمل القناه، قبل ما تكون عندي القناه ما كانت عندي اصلا، ما كانتش عندي الفكره هذه القناه ولا شي حاجه. يعني كان ديما الكاميرا معايا، فين ما شفت شي منظر يعني طبيعي يعني كنجذب اليه وما كنترددش ونصور. شي حاجه كنقول لكم الطبيعه، شي حاجه يعني شي حاجه عظيمه ومذهله. يمكن الطبيعه هي هي اش نقول لكم، هي واحد هذا الوحيده اللي ما تقدرش يدمل منها، ولو انك يعني تشوفها ودعا والطبيعة يعني ما كتشعرش بالملل صراحة. المهم شخصيا وكل واحد وسميته ديالو، طبعا الأذواق كتختلف. البحر هادئ والسفر يعني في الصباح الباكر يعني شي حاجة رائعة صراحة. يعني وكيف ما سبق لي قلت لكم في واحد الفلوغ اللي سبق لي شاركته معكم، ممتنة مسافر على هذا الطريق. اي واحد كنظن معي لاحظ هذه الملاحظه هذه، كنشوفوا مساجد كثيره يعني ما كاينش المسافه بزاف، ما كد تجاوز واحد المسافه طويله وكتجبر مسجد اخر. مساجد على جنبات الطريق اللي كيزيد هذا الشيء الروعه والجماليه المنطقه، المناطق طبعا اللي مرينا منهم كاملين ما شاء الله. كل منطقة وهذا وسميته ديالها المميزات ديالها، ولكن كما قلت لكم القاسم المشترك في هذا الشيء هو ذاك المساجد الرائعة اللي كتجبرها على جوانب الطريق، اللي طول الطريق تقريبا وحنا كنصادفوا هذه المساجد سبحان الله. والله يزيد في الله يزيد في الإسلام. بالإضافة كيف ما قلت لكم يعني كاين بحث الاستراحة، كاين يعني لي ريستورو، كاين يعني الإنسان فين يستراح يقدر يعني يعاود اللي معاه شنو الماكلة ديالو، يجلس في شي مطعدة شي مطع يعني بانورمي. كاين بزاف المواقع بانورمي، الموقع يعني اللي كيخليك واحد المنظر اللي هو رائع، ويجلس الانسان يجلس تما ويستمتع بالمنظر ويرتاح على خاطره. يعني في القمة كاين في على جنبات الطريق يعني كاين هذه المناظر الرائعه اللي قلت لكم يعني مذهله.
وأنا هكذا دائما أتغزل بالطبيعة، ديما الطبيعة، أنا الغزل مع الطبيعة، يعني الطبيعة شي حاجة اللي يعني شي حاجة اللي فوق الوصف. هنجيد آخر، شي حاجة للإنسان، يعني كيف كنقول لكم الطبيعة شي حاجة للإنسان، يعني كيكتفي بالصمت، كيفضل الصمت ويبقى يعني تلقى العنان العوينات ديالو كيتمنظر في هاد المناظر هادي اللي من صنع الخالق. هاد جامع اخر عاوتاني شتو، ماشي بزاف المسافه، جبرنا جامع اخر. والله يزيد في الاسلام يا ربي. هادو ملي على جنب الطريق كنقولوا له التبن، هو المهم كل واحد يشكي يقول التمون، تبن على جوانب الطريق، كي يزيدوا جمالية. شوفوا على مناظر رائعة في هاد الجبولة، يا سبحان الخالق المبدع. جامع تاني، جامع آخر، انا واخا صورت، يعني صورت لكم، يعني صورت بيدي وتمنظرت يعني عن قرب في هاد المناظر الجميله، يعني ما كنت رددتش وكنعاود نتفرج لها مرارا وتكرارا، لان كما قلت لكم شي حاجه عظيمه صراحه. الناس بين ساكنين، أجمل منظر صراحة، يعني الإنسان ساكن في جبل أعالي القمة والبحر قدامه والطبيعة مدورة به، يعني الخضورة الجبال أروع شي صراحة. كما قلت لكم لا للملل، ودعا الملل مع الطريق، ثم ملل ما كاينش مع الطريق.
هنصور لكم ان شاء الله يا ربي. هات شوفوا الورا ان شاء الله يا ربي، حتى فاش راجعين ان شاء الله يا ربي هنصور لكم تاني العودة. عود يعني منظر ولو يعني نفس سميتو نفس الطريق ونفس المنظر، الا ان يعني العودة عاود كاين شديد الاختلاف. نشتتو الفرقة عفوا. هذه اللي كتشوفوا أشجار لابوكا اللي معروفة بها هنا المنطقة. تبارك الله هنا لابوكا كتعدي مزيان تبارك الله. كنعتذر هنا واحد الخطأ عملته، يعني هنا وصلنا لتطوان يعني الفيديو التليفون يعني ما حسيتش كنت قلبته، كنعتذر. صافي وبقى الفيديو هيداك مع ملي كنت كنمونتي ما رجعتش البال، كنعتذر. المهم احنا وصلنا لتطوان الحمد لله على سلامتنا، وتحياتي للجميع. وما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتاري وهذا واد المحنش، وخليكم معايا حتى لاخر فيديو عفوا. المهم ما تنساونيش بلي لايك لي كومونتاري، وشكرا بزاف بزاف، وتحياتي للجميع. يلا خليكم في رعاية الله، والى فلوك اخر ان شاء الله. مع السلامه.